زي ما قال أخوي عبد العزيز إنه هذه الفقرة كده ببساطة وحنطير فيها لدول كثير نتعرف فيها عن عادات توديع الحاج واستقبال الحاج بعد عودته من رحلة الحج. حنرحب بضيوفنا عبر الزوم من المغرب ومن الجزائر. حياكم الله. صوتي واصلكم سامعيني؟ نعم. أنا أبغى أبدأ بعد إذنكم بالمنشد الجميل. ما شاء الله صوتك جميل وأنت جميل ولبسك جميل وأنيق. الأستاذ أحمد جمال. أستاذ أحمد سامعني؟ أوكي. حبايبنا من مملكة المغرب نبغى نجيكم ونبغى نعرف منكم إيش العادات اللي كانت تقام في مملكة المغرب عند توديع الحاج لما يكون ماشي رايح للحج. إيش مثلاً تودعوه؟ هل في أهازيج معينة؟ هل في عادات معينة كنتوا تسولوا إياها؟ فممكن لو تعرفونا عن هذا الشيء. الأخ عبد الرشيد سامعني؟ أخ عبد الرشيد سامعك أخوي. أتفضل أخوي عبد الرشيد لو تحكي لنا عن هذه العادات الجميلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أستاذ عبد الرشيد من الجزائر. فالحجاج في الجزائر عموما من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها يجدون الكثير من الاهتمام سواء عند المغادرة أو عند العودة. فهناك طقوس وهناك الكثير من الطقوس، خاصة ربما فيما يتعلق بالجنوب الجزائري الذي تكون فيه الكثير من الطقوس. فعند المغادرة فيبدأ الحجاج يلتمون على حسب البلديات ولا على حسب المناطق التي ينتمون إليها، فيجتمعون فيما بعضهم البعض ثم يقررون كيف ستكون رحلة الحج. فيجتمعوا مجموعات صغيرة يلتقون في هذه المجموعات يلتقون فيها، ثم بعد ذلك يقررون كيف ستكون رحلتهم، يجعلون كمثلا أمير عليهم، يجعلون من يهتم بالأمور المالية، يجعلون من يهتم. فهذا من حيث تنظيم الحجاج. من حيث العائلات أنها تتحضر لهذا اليوم، فكل خاصة في البلدات الصغيرة يخرج كل أهالي البلدة كبارهم وصغارهم لتوديع الحجاج، وعادة يودعونهم على أطراف البلدة في سابقا، الآن أصبح الذهاب معهم حتى إلى المطار. فهناك من يودعهم على أطراف البلدة، تتوقف الحافلات هناك في أطراف البلدة فرد خروجها، ثم هناك من ينتقل معهم إلى المطار ثم يودعهم. هنا الحاج في هذه المرحلة خاصة عند المغادرة من أطراف البلدة يظهر هنا الكثيرون المنشدون، وينظر هنا الأهازيج كثيرة، خاصة أهازيج الصلاة والنبي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هناك في منطقة تسمى منطقة وادريغ ما يسمى بالتشواق، أي كأنهم يتحدثون حديثا فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن رحلة عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم يشوقون هذا الحاج أكثر فأكثر إلى هذه الرحلة حتى لا يشعر بالغربة وحتى لا يشعر بأنه غريب عن أهله، فهو ذاهب إلى مكان أو نعم ذاهب جميل إلى جميل حد يحتاج إلى أكثر الاشتياق. حقيقة نعم. هذه مشاعر جميلة، وأنا بودي لو أعود بذات السؤال إلى أهلنا في المملكة المغربية. أهلنا في المغرب كيف هي العادات؟ بكل تأكيد يعني المملكة المغربية في أقصى غرب القارة الإفريقية، هل من عادات، هل من طقوس معينة لتوديع الحجاج وهم ذاهبون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج أو حتى بعد عودتهم إلى المملكة المغربية مرة أخرى؟ حكونا شوية عن هذه العادات. الأخوان من المغرب إذا سامعيني أو لا؟ سامعينكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشير إلى أن المملكة المغربية تعد أبعد نقطة في العالم العربي عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك فإن رحلة الحج تكون عندنا في المغرب ذات طابع فيه فرح وسرور، وهي بمثابة عرس لدى عائلة الحج. في المغرب تختلف العادات والتقاليد في استقبال الحجاج من منطقة إلى أخرى، لكن هناك قواسم كبرى مشتركة في جميع مدن وقرى المملكة. فقبل وصول الحاج إلى البيت يكون الجميع متأهباً لاستقباله بما يليق بالمقام الذي جاء منه، فيرتدي الأطفال والرجال والنساء أفضل ما لديهم من الملابس التقليدية كالجلباب والبلغاء والقفطان المغربي وغير ذلك. جميل. عند وصول الحاج تستقبل العائلة والأقارب
والجيران بالزغاريد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويرشونه بماء الورد والزهر عند بعض ويقدمون له الحليب والتمر فيبدأ الجميع بسلام ومعانقة. هل في أناشيد معينة مثلا تقولوها له لما يرجع؟ يعني ما شاء الله أنت ذكرت بعض الأكلات اللي كان وبعض الأزياء اللي كانوا يلبسوها، هل في مثلا أهزوجة معينة ممكن لو نسمع منها جزء بسيط؟ هو في الحقيقة أفضل ما يستقبل به الحاج هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي بالطريقة المغربية. أيوة نسمعها بالطريقة المغربية الجميلة يا جميل. مغربية. الله سلام على رسول الله لا جاء إلا جاء سيدنا محمد الله مع الجهل علي بهذه النغم بهذا النغم المغربي جميل ممتاز ما شاء الله المغربي. طيب أنا أروح للأخ أحمد جمال بعد إذنكم أروح للأخ أحمد جمال هو صاحب النشيد صاحب الفيديو اللي نزلناه أخوي أحمد جمال سامعني الأخ أحمد جمال معايا وسامعني طيب ننتقل لضيفنا الآخر من المغرب الأخ حفيظ من المغرب من مملكة المغرب أهلا وسهلا حياك الله أخوي حفيظ سمعنا ما شاء الله من أخونا كده الصلاة على النبي بالطريقة المغربية أنا بعرف إيش في مثلا عادات أخرى يعني في بعض الدول كانوا يرفعوا علم فوق إن شاء الله حنيجي لدول أخرى كانوا يرفعوا علم فوق البيوت إنه هذا البيت فيه حاج في أحد طلع لرحلة الحج هل في عادات أخرى كانت تقام في مملكة المغرب؟ نعم هو العادة تطورت كثيرا في بداية الأمر بحسب المجتمعات وبحسب المدن والأماكن وهذا يعبر عن شوق الحاج وشوق تلك الأسر إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الاحتفال يقتصر على الحج وأصبح كذلك يشمل حتى العمرة يعني يكون هناك استعداد قبل السفر إلى الحج الفرح وذلك الشوق يعني يجمع العائلة والجميع يحس بتلك الفرحة التي تنتاب الحاج فتنجلي وتتمثل في عدد من الأشياء منها التي ذكرتم أنه هناك رفع للراية وهناك من المناطق من يأتون بفرق للأناشيد ومن يقيمون الحفلات ومن يقيمون الولائم ثم بعد عودته كذلك يزداد ذلك الفرح وينجمعون على تمر الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور العجوة أو ماء زمزم ويجمع أهله ويجمع أصدقائه لكي يبت لهم أشواقه التي عاشها في تلك البقاع الكريمة وما عاشه من أجواء روحانية في بيت الله الحرام وأثناء سفره والحمد لله العملية تلقى عناية خاصة من كل الذين يشرفون عليها لعظم شعيرة الحج ولعظم كذلك العمرة المرتبطة كذلك نعم. بتلك المشاعر وبتلك البقاع المبارك حقيقة كلام جميل وأنا ودي حقيقة لو أرجع إلى ضيفنا في الجزائر ونتعرف شوية على الأكلات اللي يشتهر بها يعني شهر ذو الحجة إن كانت يعني من أكلات تقدم للذاهبين للحج أو القادمين من الحج أو بشكل عام تقدم في شهر ذو الحجة حكونا شوية عن الأكلات الجزائرية نعم هناك الكثير من الأكلات الجزائرية فعلاً يعني هناك أكلة ما تسمى بأكلة الرشتة وهي نوع من العجائن تقطع إلى قطع طويلة ورقيقة هناك الشخشوخة وهذه الشخشوخة نوع من الخبز الرقيق المقطع هناك الطعام احنا نسميه الطعام الكسكسي بانواع عديده ممكن ان يطرح فيها في 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 مثل هذه الاكلات وفي مثل هذه الايام اكثر ما يستهلك في هذه الايام هو اللحوم البيضاء وهو الدجاج خاصه في هذه الفتره يستهلك الدجاج بشكل كبير وخاصه في الشمال يستعملون اكثر في شمال الجزائر يستعملون اكثر ما يسمى بالرشته والشخشوخة وفي الجنوب كذلك يستعملون كلمة شخشوخة ويستعملون الكسكسي بشكل كبير جدا وهذه الأكلات التي تعطي نوع من الزخم
خاصة في أن هذا الوقت يبدأ حصاد القمح، فتكون الكثير من الأكلات التي فيها القمح والأكلات التي فيها المواد الفلاحية المحلية التي من خلالها يستطيع هؤلاء أن يطعموا. فالحجاج عادة عندما يعودون تكون هذه الأكلات، لأنهم يستقبلون ضيوف عديدين، والاستقبالهم لهؤلاء الضيوف لابد أن يحضر له قبل أن يأتوا كما أسفت من قبل. فبيت الحاج يبقى مزينا ومعروف، فيوضع له جريد النخل من جهة، ويوضع فوقه علم حتى يعرف الناس بأن في هذا البيت حاج، فيأتون لتهنئته، وهو يوزع عليهم تمر المدينة وماء زمزم إلى غير ذلك، أو بعض الهدايا بما استطيع أن يقدمه لهذا الهدايا. ففي هذه الفترة تجتمع الموائد بشكل كبير. هناك من الحجاج من يعمل موائد خاصة يستدعي فيها حافظة القرآن الكريم، فيقرأ القرآن الكريم ويستدعي الأقارب ويستدعي أكثر، فيكون ذلك محفل ثاني، يعني بعد ما جيء الحاج واستراحته شيئا ما، فيستدعي في عزيمة كبيرة جدا يدعى لها كل أهل الحي وكل أهل القرية، ثم بعد ذلك تكون فيه شيء من المدائح وتقرأ فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما يسمى بالمولد البرزنجي. هذا كتاب تحكى فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدايتها إلى نهايتها، فيقرأ هذا الكتاب ويتفاعل الجميع مع المقرئ الذي يقرأ هذا الكتاب بشكل فيه من الأهزيج والألحان، وتكون كذلك الكثير من العزومات بهذا الشكل، بالإضافة إلى الارتياد اليومي لهؤلاء الزائرين الذين يهنئون الحاج. جميل، ممتاز، ممتاز. يعني أن الحاج له خاصية خاصة، يعني له قيمة عليا عند أهل البلدة، فبالتالي يعتبرون الحاج هذا كأنه طبقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمي، فيطلب منه الدعاء. يا سلام، نعم. يا سلام، جميل. نعم. والله هو شكله عبد العزيز جيعان وسألك عن حكاية الأطعمة والأكل، وأنت كمان جوعتونا زيادة، أعطيكم العافية، فإحنا إن شاء الله نخرج من الهواء نتغدى على طول بعد كده. أنا أبغى أتكلم مع أخوي أحمد جمال، المنشد أحمد جمال، سامعني إن شاء الله الآن؟ الأخ أحمد جمال سامعني؟ افتح الصوت. يمكن الميوت عندك مقفل أخ أحمد جمال، لو تفتح الميوت عشان يوصلك صوتي ويوصلنا صوتك الجميل. طيب خلوني أنا أروح لمنشدنا الآخر. أيوة. أيوة، سمعتني؟ أيوة. سمعتني أخوي أحمد؟ نعم الآن أسمعك حبيبي. أيوة كده يا شيخ، غرد بصوتك الجميل هذا ما شاء الله. الله يعطيك العافية ما شاء الله. الكليب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحنا الحقيقة متشرفين بهذه الاستضافة الطيبة المباركة على قناتنا الطيبة المباركة، قناة إقرأ الفضائية، التي نتمنى إن شاء الله لها المزيد من التألق والاستمرارية في الإعلام الهادف الذي يخدم الرسالة الحقيقية. الله يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله. أنت على طول بدأت كده، أنا لسه كنت أبغى أسألك بس ما شاء الله انطلقت. أخوي أحمد ما شاء الله الكليب جميل اللي سويته عن الحج عن مكة. أنا أبغى أسمع منك حاجة كده لقناة إقرأ خاصة الآن تقول لنا إياها على الهواء. إيش كان مثلا من أهزوجة كانت تقال لما يرجع الحاج أو لما يطلع الحاج إلى مكة المكرمة؟ لو تسمعنا جزء بسيط منها. نعم جميل، هي الأنشودة المعروفة أو يعني التي تؤدى دائما في المناسبات، في مثل هذه المناسبة، مناسبة الحج. طبعا هي أنشودة يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، هذه الأنشودة جميل. طبعا جميلة، سوف نستمع وإياكم مقطع منها. يا كعب يا بيت ربي محلاكي، يا كعب يا بيت ربي مبهاكي، يا كعب يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل لبناكي، والسلام على الخليل لبناكي، إن شاء الله نزورها. الله أكبر. طيب هنا الجمهور يردد الله أكبر، ونشاهد نورها. الله أكبر، إن شاء الله نزورها. الله أكبر، ونشاهد نورها. الله أكبر، يا سلام يا سلام،
وشاشة نورها الله الله، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. الله 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 عليك. الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله عن طريق زوم، وما شاء الله صوتك كذا اجى. كيف انت لو صوتك على الطبيعه واقف قدامي وقاعد تنشد؟ تبارك الرحمن، اكيد راح يكون صافي صافي جدا. العفو اخي الحبيب، الله يعطيك العافيه ويبارك فيك ما شاء الله. هذه الانشوده المعروفه في الجزائر، كل الجزائريين يرددونها اثناء يعني عندما يغادرون الحجاج الى البقاع المقدسه او عند عودتهم. ويريت ان شاء الله، نتمنى نسال الله عز وجل ان يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، وان تعود الحياه الى طبيعتها، ويفتح الحج كما كان في الاعوام السابقه يا رب. طيب خلينا اعود برضو للمملكه المغربيه. بودي حقيقه لو نعرف شويه تفاصيل، يعني موضوع استقبال الحجاج، موضوع العادات اللي ممكن ما تكون متعلقة بالحاج بشكل أساسي، ولكن من العادات والتقاليد المشهورة اللي تقام في شهر الحج، أو خليني أقول في يمكن عيد الحج، كلمونا شوية عنها. أهلنا في المغرب. أمين إذا كنت سامعني يا أمين. تبارك الله على الفنان ديالنا أحمد جمال، ما شاء الله يعطيك الصحة. زيادة على ما قال الأستاذ حفيظ زرزان، تقام ولائم يقال عنها صدقة الحج، يحضر لها كل من جاء ليهنئ الحاج بعودته قبل أن يعود. يوضع الطعام ويكون الكسكس الأنواع، ويقرأ وتتلى آيات الذكر الحكيم، ثم يكون فقرات من الأمداح. فهنا تكون الأمداح، وفي الختام يجلس الجميع ينصت إلى الحاج بشوق لما يحكيه من عن رحلته وما عاشه في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعن رؤيته لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يوزع الهدايا، توزع الهدايا إما وعلى رأسها ماء زمزم كما قال الأستاذ حفيظ، ماء زمزم وتمر التي جاء بها معه. جميل. هي أغلى هدية في الحقيقة ينتظرها المغاربة، ويلتمسون منه الدعاء ويلتمسون منه البركة. إن أردت أنشد لك بعض الأناشيد التي تقام إن شاء الله في طيب هذه الوليمة. أتفضل كده لو جزء بسيط بس يا أخوي. الله يسعدك. نعم سيدي. جزء بسيط الله يسعدك. بس بلغ المختار عني دائما أزكى سلام، دائما أزكى سلام، كل من يهوى محمد ينبغي ألا ينام، ينبغي ألا ينام. الله 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 الله. والله ما شاء الله، احنا اليوم يعني الجلسه هذه هيجت مشاعر وهيجت احاسيس حلوه، وقاعدين نعيش مع الناس في دول اخرى، وان شاء الله كمان لسه في دول جايه في الحلقات الجايه باذن الله. انا والله اود اشكركم جميعا، احبابنا من مملكه المغرب، احبابنا من جمهوريه الجزائر، الله يسعدكم ويعطيكم العافيه. شكرا لقبول الدعوه وانكم جيتم، يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، الله يبارك فيكم. شكرا انكم شرفتونا في هذا اللقاء. وأشكر بالأخص الأستاذ فارس الصلواتي الله يعطيه العافية، اللي نسق معانا، كان من الجزائر الله يسعده، كان هو ينسق معانا في هذا اللقاء. شكرا لحضوركم، الله يسعدكم. جميل حقيقة. العفو إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذنا القدير، حياكم الله على هذه الدعوة وعلى هذه الصدق، وأعتذر على بعض الخلل التقني. طيب يعني نتمنى إن شاء الله أن يعود الحج كما كان في السابق بإذن الله. ومن بين الأهازيج كذلك راح أختم بها التي تقام بس على عجالة بعد إذنك، يعني على عجالة لأنه الهوى عندنا خلاص قرب ينتهي. يلا على بركة الله، إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى إن شاء الله. في لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يسعدكم الله يسعدكم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لك الملك لا شريك لك.